السلام عليكم. مع لا سويتس ديال الكور ديال لي كوليكسيون في بيتون، دونك غادي نشوفوا اليوم لا كوليكسيون شين ماب. لا كوليكسيون شين ماب هي واحد لا كوليكسيون اللي كاينه في الموديول كوليكشن، يعني ما غنجيوش نخدموا بها نيشان، مي ضروري غادي نجيبوها من كوليكشن. و امتى غادي نجيبوها؟ هل غادي نبغيو نجمعوا مجموعه ديال لي ديكسيونير كوحده واحده؟ نعطيو هنا مثال اول باش نفهمو. مثلا عندي ثلاثه ديال لي ديكسيونير دي 1 دي 2 دي 3، كل واحد فيهم عنده كلي فالور. الا بغيت نجمع هاد ثلاثه ديال لي ديكسيونير في واحد شين ماب، دونك غادي نكريي باستخدام هاد لا كوليكسيون شين ماب وكنعطي لي ديكسيونير كاملين. دونك هاد السي هادي كتسمى اون كوليكسيون دو تيب شين ماب. الا درنا برانت سي غادي نلقاو بانه كيس افيشاو ليا دي ديكسيونير كل واحد بوحدو وبالترتيب اللي دخلوا ليا به. حتى لدابا مزيان. الا خدينا مثال اخر، بحيث غادي نحاولوا اننا نديروا واحد المشكله، يعني ان هاد لي ديكسيونير اللي غادي نحاولوا نجمعوهم في شين ماب نعطيوهم مثلا اون كلي مشتركه بحال دي 1 ودي 3، بجوجهم عندهم واحد لا كلي بي. دونك حنا كما كنعرفوا راه ملي غادي نورمالمون نبغوا نجمعوهم ما غيخش بي تعاود، لان بي لا تعاودات راه مشكل، الكلي ما كتعاودش. دونك هنا فاش غنديفينيو هاد السي ك شين ماب، ملي غادي نافيشيوها ببرانت سي عاديه غادي نلقاو عادي لي ديكسيونير محطوطين لينا بالترتيب ديالهم اللي دخلناهم هنا. مي الا حاولنا اننا ندخلو بلا بوكل فور على الايتيمز ديولها، الا تذكرتوا معنا في لو كور ديال لي كوليكسيون اولا في لو كور ديال لي ديكسيونير العاديين اللي غتلقاوه في لا بارتي ديال بيتون العاديه هنايا، لي ديكسيونير كنقدروا ندخلوا ليهم بالايتيمز، يعني كنقراو ليهم هذاك الزوج كلي فالور، وكنقدروا نقراو غير الكيس ولا الباركوريو لا كولون اللي بغينا. بوغ نو دابا غادي ندخلو نقراو الايتيمز، يعني غادي نقراو الزوج الكلي فالور. لذلك هاد الفور هادي غادي نحطو فيها جوج ديال لي فاريابل ك و في، ك باش نحطو فيه لا كلي و في باش نحطو فيها لا فالور. دونك ملي غادي نجيو نبداو نافيشيو الكلي والفالور، درت انا هنا واحد الاند فيغول غير باش ما يجينيش كل حاجه في سطر، يعني ملي كيعطيني كلي فالور من بعد كيدير فيغول. فاش غادي نلقاو هنايا النتائج، غنلقاو بان لي كلي اللي كاينين عندي في هاد السي شين ماب هما الاو والبي سي دي ا. البي ما تكررتش دو فوا، تكتبت مره واحده مزيان. بالنسبه لي فالور، الاو غنلقاو فيها خمسة، البي غنلقاو فيها جوج، السي غنلقاو فيها ثلاثة، دي غنلقاو فيها ربعة، والأ غنلقاو فيها واحد. إلا شفنا أصلا أشنو كان عندي قبل، كلشي مزيان. الأو كانت فيها خمسة، السي كانت فيها ثلاثة، دي كانت فيها ربعة، الأ كانت فيها واحد. المشكلة اللي عندنا هي في هاد البي، لأنها كانت معودة أولا جبناها من ديكسيونير دي أن ديكسيونير دي 3، وحنا في النتيجة لقينا أنها خدات جوج اللي هي القيمة ديال دي أ. إذا من هنا غنستنتجو أنه في الحالة اللي كيكون عندنا واحد لاكلي معاودة، فغادي تاخد لا فالور الأولى ديال ديكسيونير اللي دخل أول مرة بالترتيب اللي عطيناهم. هنا عطينا دي أ هو الأول، بيم كاينة فيه دي أ، دونك خدات لا فالور جوج. وخا تتعاودات في دي 3 ما عاودتش، سمحات ليها لا فالور، بل احتفظت بالقيمه الاوليه اللي كانت عندها اللي هي جوج. دونك هذه هي شين ماب.